صباح الخير على كل المتابعين، أو مساء الخير كما سيأتي في بعض الأوقات اللي همر بيها بالكاميرا في الدرايفنج تور الجميلة دي اللي بتمر على أجمل أو من أجمل الأماكن الموجودة بالقاهرة الكبرى وبالإسكندرية. تحية طيبة لكم جميعا، وأتمنى لكم أعياد سعيدة. النهاردة هصطحبكم في درايفنج تور في بعض الأماكن بالقاهرة والأسكندرية. احنا دلوقتي طبعا مارين بجانب الأهرامات، أشهر الأماكن اللي أثرية في تاريخ الإنسانية بالأدنى مبالغة. يعني تحية طبعا للقائمين والمخططين للمناطق المحيطة بالأهرامات، زي ما احنا شايفين كل الأماكن الجديدة اللي فيها أماكن للفاست فود وال يعني الحاجات التيك أواي. لغاية قريب ما كانتش بالشكل ده، يعني كان مكان أقل رقي من ذلك بكتير. فيعني يحسب للمخططين إن في مناطق المريوطية والمنصورية يعني في محاولة لتحضر المكان ولجماله، وأكيد كل ده بالإيجاب هيصب على السياحة. مثلا احنا دلوقتي ماشيين جنب مثلث ماسبيرو ده، 56 فدان المنطقة دي كانت كلها يعني غير جيدة، دلوقتي بقت عمارات ومشاريع جيدة. بعض الأماكن في القاهرة برضو احنا مارين عليها، محطة السكة الحديد تم تطويرها بشكل جيد وكبير جدا من الداخل. يعني انت أول ما تخشها حقيقة وبلا أدنى مبالغة أكنك داخل محطة سكة حديد بأوروبا، وهي طبعا يعني هي عريقة على حسب أو على قدر معلوماتي هي تاني محطة أو تاني خط سكة حديد اتعمل بعد الخطوط الإنجليزية، كان اتعمل في مصر. فهي عريقة جدا وتم تطويرها بشكل كبير. واحنا دلوقتي يعني بنمر برضو في أماكن موجودة كتيرة في القاهرة في العاصمة باستمرار في تطور. طبعا العاصمة الإدارية الجديدة اللي هتتعمل هيكون عليها سبوت كبير الفترة الجاية، ولكن يعني ستيل أشهر المناطق في القاهرة برضو بيكون فيها تطور، ولابد أن يكون فيها تطور لما فيها يعني من أماكن أثرية وسياحية وأماكن ترفيهية ويعني أحياء راقية وأحياء متوسطة. فبالتالي حركة التطور الواضح إنها ماشية بشكل كبير ومميز في البلد ده، بنشهده في الطرق الممهدة في طرق المشاة اللي موجودة في أماكن كتيرة، وده بالتالي طبعا بيحد من الحوادث اللي بتحصل. وإن شاء الله يعني باستمرار تطور الطرق يكون بشكل ذكي وفعال، وبالتالي يعني تحد بشكل كبير جدا من الحوادث. الحدائق والمتنزهات يعني موجودة بشكل كبير في القاهرة، زي الحديقة الدولية على سبيل المثال، وليس الحصر اللي موجودة في عباس العقاد اللي احنا دلوقتي مارين بجانبها. يعني هي طبعا بمثابة رئة لسكان القاهرة وللمنطقة عموما، وهي يعني حديقة جميلة محاطة بأحياء سكنية يعني ممتازة، بها الكثير من المحال وأماكن اللهو والترفيه ويعني الاحتياجات لكل القاطنين اللي موجودين أو حتى اللي بيسكنوا في مصر الجديدة أو مدينة نصر بشكل مؤقت. وأنا بقول ده على اعتبار إن حركة الإيجار فيها عالية جدا، وبرضو بتحتوي على الكثير من الفنادق الفايف ستارز ويعني فنادق تصنيفات يمكن أقل هتلاقوها موجودة في مصر الجديدة ومدينة نصر. وأنا بعتقد إن الطاقة الفندقية في المنطقة دي لازم تزيد بشكل أو بآخر، يعني على اعتبار إنها قريبة نسبيا من أماكن أثرية وسياحية وترفيهية كتير في القاهرة، وطبعا القرب النسبي الكبير من مطار القاهرة الدولي، وبالتالي بيكون يعني خيار وارد وبقوة لأي سائح عايز يقعد في أي أو عايز يقيم في أي مكان فندقي على حسب قدراته الشرائية، سواء في مدينة نصر أو مصر الجديدة. زي ما أنا بوريكو يعني بيغلب عليها طابع الرقي، فيها كل الخدمات، وبالتالي حتى فيها الكثير من الأماكن الحكومية الكثيرة، وبالتالي يعني هي خيار كويس جدا لأي قاطن أو ساكن
او زائر عايز يقعد في القاهرة او يكون في القاهرة. خلينا برضو نقول ان مصر الجديدة ومدينة نصر يعني هما احياء طبعا. مصر الجديدة عملها البارون ايمبان، ومدينة نصر عملها جمال عبد يا الناصر، كلام يعني على على الذكاء الاصطناعي. اساس تخفيض الكثافة السكانية الموجودة في الوادي. احنا انتقلنا دلوقتي لمكان تاني وهو الاسكندرية، عروس البحر المتوسط. احنا ماشيين في الطريق الى القاهرة يعني اثناء العودة. دلوقتي احنا ماشيين بجانب الكورنيش. اسكندرية طبعا هي العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية، هي كانت العاصمة للبلاد طيلة الفترة اليونانية الرومانية. هي من اجمل المدن في العالم بلا ادنى شك وبلا أدنى تردد. يعني الكورنيش بتاعها ده في الصيف تقريبا 24 ساعة بيكون شغال ومشغول بالناس وبالذين يعني يريدون الاستمتاع بهواء الإسكندرية. وحتى في الشتاء بيكون ليها جمالها الخاص زي ما احنا شايفين. الطقس الغالب هو الطقس الشتوي، أمطار نازلة باستمرار. وللعلم يعني احنا كنا في اسكندرية في الوقت ده قبل ما الجو يقلب كده، يعني قبل ما انا بصور بحوالي ساعة كان الجو مشمس، يمكن فيه نسبة برودة بس الجو في المجمل جميل. فجأة واحدة قلب. فالواضح يعني انا طبعا مش هتكلم في الطقس بشكل في عمق لاني مش متخصص، بس الواضح ان دي طبيعة الطقس في الاسكندرية، ان في لحظة الطقس بيقلب للنقيض. زي ما احنا شايفين ان من اهم ملامحها ان التاكسي بتاعها على سبيل المثال ابيض واصفر. للعلم ناسها طيبين جدا جدا، بيمتازوا بالطيبة وبخفة الدم، وتحس ان هم يعني نتاج انصهار في وعاء حضاري كبير من اليونان للرومان مرورا بالفترات المختلفة لغاية دلوقتي. فبتلاقي يعني في ناسهم طبيعة كده جميلة، في يعني الشخصية السكندرية فيها كل حاجة انت يعني، فيها الرقي، فيها الاحترام، فيها الذكاء، فيها خفة الدم، فيها اللباقة، فيها التحضر، فيها الحضور، فيها انها شخصية مضيافة، فيها انها شخصية هارد وركر. وانا ليا اصدقاء كتير سكندريين يعني حقيقة بلمس ده فيهم بشكل كبير. الاسكندرية طبعا هي محطة مهمة جدا من المحطات السياحية الموجودة في مصر لأسباب عدة وأسباب كثيرة قلتها قبل كده في فيديوهات ممكن يعني أشير ليها. هي طبعا بها الكثير من الآثار، ارتباطها طبعا بالإسكندر الأكبر وهو من أعظم الشخصيات العسكرية والتاريخية في تاريخ الإنسانية بلا أدنى مبالغة. اسمها مأخوذ من اسم الإسكندر الأكبر. وللعلم في مدن كتيرة في العالم اسمها الاسكندرية او اسمها مأخوذ من اسم الاسكندر الاكبر، على اعتبار ان في فترته هو فتح نسبة او مساحة كبيرة من العالم القديم. مرتبطة برضو بكليوباترا، يعني هي من اعظم الملكات، ويعني هي حتى بتوصف بانها الملكة التي انهت التاريخ اليوناني في مصر بعد هزيمتها طبعا في معركة أكتيوم البحرية 30 قبل الميلاد. هي طبعا يعني سيدة عظيمة، ملكة لها تاريخ كبير، تتسم بالذكاء وتتسم بالحكمة ومعرفة الفلسفة واللغات. وللعلم لفترات كبيرة جدا كانت هي الملهمة الأولى والرئيسية لكتاب الدراما والمسرحيات الكلاسيكيين في أوقات كبيرة. كانت شخصية كليوباترا هذه المرأة الاستثنائية. برضه هي مرتبطة ارتباط كتير أو كبير بالأسكندرية. طبعا حدث ولا حرج، الفترة الرومانية اللي بتمتد قرابة أو أكثر من 600 عام واللي آثارها ممتدة سواء مقابر أو كاتاكومز أو مسرح روماني أو عمود السواري، وإن كان عمود السواري يعني كمنطقة بتعود حتى لقبل فترة الرومان، برضو كان ليهم وجود كبير بالأسكندرية. والكتاب الكلاسيكيين طالما أشاروا إلى الكثير من الروايات والكثير من الأحداث التاريخية المرتبطة بالأباطرة الرومان وبالحياة الرومانية في الأسكندرية، ما أريد أن أقوله أن الإسكندرية هي مدينة عظيمة وكبيرة تستحق المزيد والمزيد من الفنادق، من المتاحف. هي بالفعل فيها متحفين، فيها المتحف الوطني وفيها المتحف اليوناني الروماني. أنا بعتقد أنها في احتياج بما تحتويه من آثار يعني لمتاحف
يعني يكون متحف على غرار المتحف المصري الكبير اللي إن شاء الله على حسب معلوماتي هيتم افتتاحه في شهر يونيو الجاي. أنا بعتبر إن الإسكندرية كأن بيها ميناء تجاري كبير وبرضه بيستخدم في الأغراض السياحية، بتطل على البحر المتوسط، بها الكثير من الآثار الموجودة. أنا بعتقد إنها يعني كفكرة سياحة هي موجودة طبعا وبقوة، لكن ممكن تكون موجودة أكتر وأكتر بعمل يعني ممكن مطارات تانية، بعمل فنادق مختلفة التصانيف تانية وبشكل أكبر، بالعمل على وجود يعني اكسكيفيشنز أو حفريات أو تنقيبات أثرية أكتر، عشان يعني في رغبات أو طموحات للكثير من الآثار الشهيرة أنها توجد بالإسكندرية أو أن يتم إيجادها في الإسكندرية عن طريق هذه الحفريات. فأنا أعتقد أن ده كله هيصب في فكرة الإسكندرية من المنظور السياحي. ننتقل مرة تانية إلى القاهرة، ننتقل إلى القاهرة ليلا، القاهرة فجرا، وهي بتكون يعني جميلة ورائعة. طبعا القاهرة هي العاصمة، طبعا القاهرة هي العاصمة للبلاد المصرية لحوالي 1000 سنة اللي أسسها الفاطميين ولم تتغير حتى الآن. القاهرة هي يعني طبعا المحافظة أو العاصمة الرئيسية بلا أدنى مبالغة في الشرق الأوسط، هي الأكبر من حيث الكثافة السكانية، من حيث الزخم، من حيث الآثار، من حيث التاريخ، من حيث تداخل الماضي في الحاضر، من حيث وجود الآثار التي تنتمي لتاريخ مصر القديم والفترة اليونانية الرومانية والفترات الإسلامية والعربية الكثيرة، وأهم الأحداث التي أثرت على المنطقة حتى وقتنا هذا. هي دي القاهرة. أنا بعتقد إن الحكومة بتعمل فيها الكثير والكثير، فيها طفرة كبيرة جدا من الطرق، وده باين قوي في الفيديو. الطرق بقت أفضل، في وسائل نقل كتير تم استحداثها وسيتم استحداثها في القاهرة أو العاصمة بقى، يعني لو اتكلمنا عن العاصمة كمصطلح اللي يعني بتضم القاهرة والجيزة، هنلاقي ان في خطوط مترو كتيرة بتضاف الى الخطوط الموجودة، هنلاقي ان في مونوريل، هنلاقي ان في قطار كهربي على الطريق الدائري، هنلاقي ان في اتوبيسات نقل عام تم استحداثها بشكل اكثر حضارة واكثر جمال، الطرق حدث ولا حرج، المحاور موجودة بشكل كبير وبيتم انشائها بشكل اكبر واكبر. كل ده بيصب في القاهرة المتقدمة، القاهرة كما يراد لها أن تكون أكثر تحضرا لكي تليق يعني بأهلها الكرام، وبالتالي أكيد الاستفادة السياحية من كل التطور ده هيكون أو هتكون كبيرة. القاهرة بصدد هي بالفعل فتحت متحف الحضارة وتم نقل المومياوات في حدث عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. احنا في انتظار طبعا الحدث الأهم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هيكون على حسب معلوماتي في يونيو القادم. أكيد ده هيضيف للقاهرة لأنه هيؤدي إلى يعني زيادة حركة السياحة بشكل كبير جدا. أنا بعتقد إن القاهرة محتاجة بالذات المنطقة يعني أحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمسافة الممتدة حتى السويس، أنا بعتقد إنها الأنسب ليها النشاط الفندقي على اعتبار حركة السياحة الموجودة والمتوقعة أنها تزيد مع افتتاح المشروعات السياحية الجديدة. أنا بعتقد إن مع تطوير محور قناة السويس لازم برضو يكون في نشاط صناعي كتير أو كبير في المنطقة المحصورة ما بين يعني القاهرة والعاصمة الإدارية الكبيرة أو العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة السويس، وكذلك يعني كثافة فندقية تكون أكبر وأكبر على اعتبار إن النشاط التجاري والنشاط الاقتصادي والنشاط اللوجستي هيزيد أكتر وأكتر مع تطوير محور قناة السويس، وهو يعني المطلوب. دي إطلالة كده بسيطة ويعني رؤية حبيت أقولها عن أهم أو بعض الأماكن الجميلة في أوقات مختلفة في القاهرة العاصمة وبالإسكندرية.
نتمنى الخير لمصرنا العظيمة، نتمنى التطور مش للقاهرة والإسكندرية فقط بل لكل شبر على أرض الدولة المصرية. يعني أنا بعتقد إن القائمين على الأمر بيعملوا أقصى مجهودهم، ده رأيي الشخصي المتواضع، بالذات في حركة البناء وحركة المعمار وحركة النقل. وللعلم دي عناصر مهمة جدا ولازم تكون كويسة، لأنها بمثابة أساسيات أو أدوات أساسية لأي صناعة أو أي نشاط تجاري أو أي خدمة بتتقدم في البلد. أشكركم على حسن الاستماع، ويعني لا تنسوا الإعجاب بالصفحة والاشتراك بالقناة تدعيما لنا، لأن القناة بتقدم يعني مواد كتيرة، بتقدم كتب مسموعة في مجالات مختلفة. أتمنى إن هو يكون فيديو جميل وشيق ويعني ممتع، وأتمنى لكم ليلة سعيدة وكل عام أنتم بخير، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.